زيدان حويش بتستقيل، بستقيل صراحة من القهر والكلام اللي يعني ما يجيني لاعب طول الصبع ويتكلم علي بعد حتى مباراتين ما لاعب، وأنا لاعب ونجم عالمي ومعروف يعرفوني الين والميانين، يجيك واحد يتكلم عليك ويقول لك أنت ما تعرف تدرب وأنت سبب الخسارة، وأنا كنت حاضيبهم لكن ما بيعرفوا قديري لما يربوا غيري، ولا وين بيحصلوا مدرب؟ يصير الظهر الطير ما يطير، يوم الكورة فاشة وما شبهم أركض للصناعية ترس الكورة عند الباكستاني وارد بعدني مناك ألبس سنفوانيلهم ولبسهم جواتيهم، وكان حد متعور أدهنه بفكس، وين بيحصلوا مدرب كذي؟ لكان برايهم يزولوا وأنا بحصل لي شغله.